هتعمل ايه لو انت كنت ماشي في جنازة واول ما وصلته عند القبر اللي هتدفن فيه الناس طلبوا منك انك تنزل معاهم جوه عشان تساعدهم في نقل الجثة، وتتفاجئ بانك اول ما نزلت الناس يقوموا قافلين عليك باب المقبرة انت والجثة، ومهما تصرخ وتنده مفيش حد معبرك. طب تخيل ان الموقف ده حصل لشاب سنه وما يتعداش 19 سنة. خليك معنا للنهاية عشان تعرف تفاصيل القصة بالكامل، بس اعمل لايك كده على السريع عشان تشجعنا على نشر المزيد، ويلا نبدأ في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. مبدئيا كده القصة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة بحسب ما صاحبها بيقول ان هي قصة حقيقية، وكل الاحداث اللي هتتقال فيها حصلت بالفعل. بداية القصة لما كان في شاب متعلق بجده جامد، والشاب ده جده كان بالنسبة له هو الاب والام والاخ، وده بسبب ان هو عمره ما راح له وهو زعلان الا وجبر بخاطره، وكان دايما متعود ان هو بيروح له كل يوم، وفي بعض الاحيان كان بيبات معاه، لحد اما في يوم من الايام جد الشاب ده اتوفى. وطبعا الشاب في الوقت ده لما عرف عن خبر وفاة جده انهار في العياط والحزن، وكان الشاب في الوقت ده في اخر المرحلة الدراسية من الثانوية، وما كانش باقي على امتحاناته غير ايام بسيطة جدا. لكن طبعا الشاب في الوقت ده ما كانش مركز في اي حاجة اطلاقا بسبب وفاة جده، لدرجة ان هو يوم الجنازة بتاع جده فضل واقف قدام القبر ومرضاش يمشي اطلاقا، وكل الناس في الوقت ده كانت مشيت الا هو. وكان الشاب ده بيقول مع نفسه وهو زعلان جدا وحزين من جواه ان انا ما عادش ليا حد تاني بعد وفاة جدي، وان هو كان السند الوحيد ليا في الحياة والدنيا دي، وهو اللي كان بيشجعني على الدراسة وعلى اي حاجة، مع ان في الوقت ده الشاب ده امه وابوه كانوا عايشين، لكن كان المعروف عنه ان هو كان متعلق بجده بشكل مش طبيعي. المهم ان الشاب ده لما رجع على بيته بعد جنازة جده دخل الأوضة بتاعته وقفل على نفسه، وما كانش بيرضى يطلع منها ولا كان بيرضى يكلم أي حد إطلاقا، وحتى الأكل ما كانش بيرضى ياكله، وكان دخل في حالة نفسية صعبة جدا. وطبعا الحالة دي كانت حالة اكتئاب حاد، وأم الشاب ده كل ما كانت بتشوفه كانت بتقعد تعيط على حاله، وكانت أمه في الوقت ده بتقعد تقوله أنت لازم تخلي بالك من نفسك ومن حالك ولازم تشوف دراستك، لأن اللي بيموت ما عادش بيرجع، وده في الأول وفي الآخر قضاء ربنا وقدره ومحدش يقدر يعترض عليه، وإن كلنا في يوم من الأيام هنموت وهندفن تحت التراب، وساعتها هتشوف جدك اللي أنت زعلان عليه. لكن المؤسف هنا إن الشاب ده ما كانش بيرضى يسمع لكلام أي حد ولا حتى أمه، وده كله طبعا بسبب تعلقه اللي كان شديد جدا بجده. المهم إن الشاب ده بيقول إن هو في يوم نزل عشان يصلي الفجر، وفعلا دخل المسجد وصلى صلاته، وبعدها طلع على المقابر وفضل يتمشى في المقابر لحد ما وصل لقبر جده، وفضل في الوقت ده يقرأ له الفاتحة ويدعي له، وبعدها الشاب ده بدأ يقرأ القرآن. المهم ان الشاب بعدها بدأ يتكلم كأن جده موجود وسمعه، وكان عمال يعيط وبيقول له انت ليه سبتني. والشاب ده فضل في اليوم ده قاعد في المقابر لفترة طويلة جدا، لدرجة ان في اليوم ده الدنيا ليلت عليه، وهو لما اخد باله ان الوقت اتأخر جدا والليل ليل قرر ان هو يقوم ويمشي ويطلع على بيته. لكن الشاب ده بيقول ان هو اول ما جه يمشي اتفاجئ بان في جنازة شكلها غريب جدا داخل على المقابر، والغريب في الجنازة دي ان هي ما كانش فيها غير اربع اشخاص وبس، والاربع اشخاص اللي كانوا في الجنازة دي كانوا هما اللي كانوا شايلين نعش المتوفي، وكان فيهم واحد باين عليه التعب جدا ومش قادر يمشي ولا قادر يشيل معاهم. والشاب في الوقت ده كان مستغرب جدا من الجنازة، وده غير طبعا ان ازاي في جنازة في الوقت ده. المهم ان الشاب ده بيقول ان الراجل اللي كان باين عليه تعبان اللي كان شايل معاهم النعش ندهله وطلب منه المساعدة، وتحديدا طلب منه ان هو يشيل النعش مكانه. والشاب في الوقت ده بيقول ان هو ما ترددش دقيقة وراح على طول وساعده. لكن الغريب هنا ان هو بيقول ان هو كان حاسس ان النعش ده تقيل جدا جدا، لدرجة ان هو حس ان عظم كتفه من تقل النعش كان بيطرقع.
المهم ان هو فضل شايل النعش لحد ما وصل للمقبرة اللي الميت او الميتة دي هتتدفن فيه. وقال في الوقت ده ان باب المقبرة كان شكله غريب جدا، وكان باين على المقبرة دي بالذات ان هي باين عليها ان هي بقالها سنين كتيرة جدا ما اتفتحتش، وكأنها من العصور اللي فاتت. والشاب بيقول ان هو قعد يتفرج عليهم وهم عمالين يحاولوا يفتحوا في القبر، لكنه كان اخد باله ان مفيش حد قادر يفتح الباب اطلاقا، لحد اما في واحد فيهم ندهله عشان يجي يساعدهم هو كمان. وفعلا راح وحاول يساعد معاهم ان الباب بتاع القبر ده يتفتح، واخد باله كمان ان باب القبر ده كان تقيل جدا جدا. المهم ان في الوقت ده الباب بتاع القبر اتفتح في النهاية، والشاب في الوقت ده اخد باله ان فيه اتنين كمان من ضمن اللي كانوا موجودين تعبوا جدا وما بقوش عارفين يعملوا اي حاجة، وبكده بقى في تلاتة مش قادرين يعملوا اي حاجة وما بقاش فيهم غير واحد بس. والراجل اللي فضل ده طلب من الشاب ان هو ينزل معاه للمقبرة، وده عشان يدفنوا الجثة في القبر. وبيقول الشاب ان هو نزل فعلا للقبر، والراجل اللي كان معاه ده كان يعتبر واقف على الوش وهو اللي كان جوه. وفي الوقت ده الراجل طلب من الشاب ان هو يفك رباط الميت، والشاب وافق وعمل اللي هو طلبه منه، لكنه اتفاجئ في النهاية بان الراجل طلع بره القبر والباب اتقفل عليه مرة واحدة، وبكده بقى الشاب والجثة في قلب القبر. والشاب قعد يحاول يفتح الباب لكن كان من الصعب جدا ان هو يتفتح. وفي الوقت ده طلع تليفونه وشغل الفلاش، واخد باله في الوقت ده ان الجثة اللي هو لسه منزلها عبارة عن هيكل عظمي، وكان باين عليها ان هي مدفونة في المقبرة دي بقالها سنين السنين. وطبعا الشاب في الوقت ده اترعب جدا من الموقف اللي هو اتحط فيه، وقعد يحاول يتصل على اي حد عشان يجي ويلحقه، لكن ما كانش فيه اي شبكة في المكان ده اطلاقا، لحد اما في النهاية الشاب ده انهار وقعد يصرخ عشان حد يجيله او على الاقل عشان حد يسمعه، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. والشاب بيقول ان هو في الوقت ده اخد باله ان الجثة اللي كانت جنبه بدأت تتحرك، وطبعا هو زيه زي اي شاب طبيعي كان هيموت من الرعب، لحد اما الشاب ده محسش بنفسه في النهاية الا وفي واحد بيكفنه وبيقول له انا اللي هخرج مكانك وانت اللي هتفضل هنا. وبعدها الشاب بيقول ان هو ما يعرفش ايه اللي حصل بعدها، وتفاجئ بان هو بره المقبرة وواقف مع حارس المقابر، وحارس المقابر كان عمال يقول له الحمد لله ان انت سليم ومفيش اي حاجة حصلت لك. وحارس المقابر في الوقت ده قال له ايه اللي دخلك القبر ده، وقال له ان القبر ده اغرب قبر موجود في المكان كله، ومفيش حد بيعدي من جنبه بالليل او بيدخله وبيطلع عايش. وقعد يقول له في الوقت ده ان الحمد لله ان انت طلعت سليم وخلاص، وقال له ان انت بالطريقة دي كنت ممكن تموت نفسك. والشاب في الوقت ده حكى لحارس المقابر على اللي حصل له من البداية، وحارس المقابر في الوقت ده ما استغربش وكان متوقع، لان هو اكيد شاف من الحاجات دي كتير جدا في المقابر واكيد هو متعود. لكن لما الشاب سأله ايه هي قصة القبر ده، حكى له اغرب قصة انت ممكن تسمعها، وقال له ان اللي مدفونة في القبر دي واحدة ست، وان الست دي ما كانش ليها اي حد في الدنيا دي غير امها، وكانت امها ميتة وكانت كل يوم بتيجي وتزورها عند المقابر. وقال له ان الست دي كانت بتيجي وتفضل قاعدة هنا طول النهار، لدرجة ان هي وصل بها الحال ان هي كانت بتيجي كمان وهي حامل، وكانت الست دي متعودة دايما ان هي تنام جنب قبر امها، لدرجة ان هي في يوم من الايام ولدت وهي عند القبر ده. والناس كانت بتقول ان بنت الست اللي اتولدت عند المقابر دي لما كبرت شوية في السن بدأ يظهر عليها حاجات وتصرفات غريبة جدا، وكانت دايما البنت دي بتروح عند القبر لوحدها مع ان هي في الوقت ده كانت لسه طفلة. وكانت الناس كلها مستغربة ازاي طفلة صغيرة وفي السن ده تروح عند المقابر وبالاخص بالليل، لحد ما البنت دي كبرت شوية وبدأ يظهر عليها علامات غريبة جدا، وكان باين عليها ان هي عندها حاجات خارقة مش عند اي حد تاني، لدرجة ان الناس في الوقت ده بدأت تستخدم البنت دي في السحر والاعمال الشيطانية، لدرجة ان الناس كلها في القرية بتاعتها بدأوا يتأذوا منها، وقرروا في النهاية ان هم يقتلوها، لكن طريقة قتلهم ليها كانت بأبشع طريقة ممكن اي حد يشوفها، لان هم قرروا في الوقت ده ان هم يدفنوها وهي عايشة لحد ما تموت.
مات. وفعلا عملوا كده وقفلوا القبر عليها وهي عايشة، وهي في الوقت ده كانت عمالة تصرخ بأعلى صوت عندها، وكانت بتقول لهم ان انا هرجع في يوم من الايام وهقتلكم كلكم. وبعد كده الناس عرفت ان البنت دي ماتت في قلب القبر. لكن بعد فترة كبيرة جدا في حد من اهل البنت دي مات، وقرروا ان هم يفتحوا قبرها عشان يدفنوها معاها. وفي الوقت اللي هيدفنوا فيه الجثة دي دخل 4 اشخاص قلب المقبرة، وده عشان يستلموا الجثة من الناس. لكن بمجرد ما اخدوا الجثة انهدم القبر كله عليهم ومحدش عرف يطلعهم. والناس في الوقت ده كلهم خافوا وترعبوا جدا، بالاخص ان هم عارفين ان مين اللي كانت مدفونة في القبر ده قبل كده، وعارفين كمان ان هي كانت مدفونة وهي عايشة. عشان كده كل الناس اللي كانوا هناك هربوا وسابوا المقابر، وسابوا الناس اللي اتهدم عليهم القبر زي ما هم. وبعد فترة مش كبيرة بنوا فوق القبر ده قبر تاني، ومعدش حد بيقرب له، وكل الناس هناك بقت عارفة قصة القبر ده. وحارس المقابر في الوقت ده قعد يقول للشاب ان بعد اللي حصل لك ده لازم تحصن نفسك كويس جدا وتواظب على قراءة القرآن وعلى الصلاة. وطبعا الشاب في الوقت ده كان مصدوم جدا من اللي حصل له، وفي نفس الوقت مصدوم من قصة القبر ده بالذات. ودي كانت قصة الشاب اللي اتقفل عليه القبر وطلع عايش. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا على نشر المزيد. وطبعا مش محتاج اقول لك تشترك في القناة، عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبة والمرعبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.